أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، العديد من المقاطع نشرها عراقيون ولقت انتشارا واسعا، ومنها مواطنون يتوفدون إلى ساحة التحرير الخميس استعدادا لتظاهرات الجمعة، وشباب يتحدثون عن مطلبهم الأبرز وهو تغيير النظام، ثم إلى شيوخ عشائر يدعمون الانتفاضة ويصدرون بيانات تدين قتل المتظاهرين وتشكك بنتائج لجنة التحقيق. بعدها إلى قضية المعتقلين مجهولي المصير، حيث تشن ولا تزال القوات الحكومية حملات تستهدف مواطنين جرى اعتقالهم وإخفاؤهم. والختام مع ضبط إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة وبتحايل قنصلية بلادهم في العراق تحولهم متعاطين لضمان إفلاتهم من العقاب. أهلا بكم. إذن البداية ستكون مع توفد العشرات من العراقيين إلى ساحة التحرير اليوم الخميس قبيل انطلاق التظاهرات المرتقبة غدا الجمعة رغم الأمطار وسوء الحالة الجوية. نستمع وإياكم الآن إلى جانب من حديث الشباب المتظاهر الموجود بساحة التحرير هذا اليوم ويبينه المقطع الآتي. باشا العراق منتظركم رجاء لا مو لا تخيبون ظني، انا اصغر عراقي بيكم يستقبلكم زين ابنائكم. باشا العراق امتانيكم، باشر المفروض تكون عندنا شويه غيره، وهاي المره امتانيتنا، هاي اعتبرها امك، هاي اعتبرها امك واقفه بالمطار اريد اشوف والله منو عنده غيره يرفع هالمره هاي توقف. باشر شويه خلينا ننتفض، عيب عوف راتبك، عبات عوف الشغل، عوف الشغل والله هذا الله علي، انا ما محتاج اكل واشرب وعندي بيت واشتغل، اشتغل بعد شنو اللي اريده يا اخي، بس انا عراقي حسوا شويه احساس، عيب كافي ملينا والله ملينا، يعني انتم يعني ذاك يوم صادف الشخص يتجاوز على المتظاهرين بسبب الانترنت، ايش ردح شيء مننا على ابو الانترنت، هذا العراق، هذا العراق، هذا خرجنا على خط الرسول وخرجنا على خط الإمام الحسين، الثورة من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح هذه الدولة الفاسدة، كلهم فاسدين، نريد حقنا، ما نطالب إلا القليل اللي هو حقنا، حق الشهداء، حق المسلمين، حقها كلها حق من كل عراقي من دون الظلام الفسدة. عند رسالة كل عراقي عنده غيرة وعنده شرف على أهله وعلى بلده يطلع باكر. الآن إلى متظاهر آخر تحدث عن مطلبه الأبرز أو مطلب الكثير من المتظاهرين وهو تغيير النظام الحاكم بسبب فساده وعدم أهليته للحكم. وأكد شباب عراقيون أن حصيلة الشهداء والجرحى والمعتقلين هي أضعاف ما أعلنته اللجنة الحكومية. بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله باكر وجودنا تغيير النظام رأسات ثلاثة، لأن قالة عبد المهدي حل البرلمان حل الحكومة بأكمله، هم على أساس حلوا المجالس المحلية، إذا حلهم شلون يدعونهم الرواتب؟ يعني اذا الحكومه هاي باطله، زين هاي الحكومه احنا نريدها حكومه فاسده كلها، حتى الاتحاد الرياضي كره القدم فاسد، اللجنه الاولمبيه فاسده، الصحه فاسده، كلها فاسده، ما عندنا لا وزير لا بلديه لا اي شيء كان، كلهم فاسدين، فاحنا نريد تغيير النظام، زين ان شاء الله تغيير النظام ان شاء الله المصير باكر. من الوقاحه، تنسى فعلتك وتحاسبني على رده فعلك، انت تموتني، تحاسبني على شهور، طاح سياسي مقر على شنو
اسمه قمريه مال مرور فخور عليها، ما يتحسب انه هذا الشهيد انطى دمه وراح. زين هالشهداء راحوا هم يعطون اعلان بالتلفزيون على اساس 157 مو 157 اكثر 157 بس ما تلقى اعلاني انطى نبي 100 أبو ما يدري بس ما تلقى اعلاني من عدد جرحى هسه من المستشفيات كليتهم اصابات خطيره وقويه وحتى علاج ماكو. اي واحد من الناس انجرحت بيها اول ثاني يوم رحنا بالمستشفى الكندي راد يحتقلونا انهزمنا. زين حاطين شرطه هناك وحاطين من ضمن كادر بوزاره الصحه ينادي عليهم يحتقلون الناس. زين بداخل المستشفيات محتقلين هواي عندنا. زين عبره واكثر من الجرحى بس الاعتقال احنا عندنا. زين والجرحى عندنا اصابات خطره يعني وزير الصحه لازم يعتني بهم اصابات خطره. قسم العدم ما يقدر يجي المستشفيات خايفين انه من الاعتقال مالهم اصابات خطره هواي موجودين في بيوتهم. اكو قسم العدم حتى والله الجرح مالهم خاص. زين والله حتى الجرح مالهم خاص. الله اكبر على الحكومه. زين الله لا يوفقهم ان شاء الله. حكومه فاشله من عادل عبد المهدي والبرلمان وكليتهم كليتهم تلعقل ان شاء الله في حيل الله باكر كلهم. الصحة لم تقتصر على أهالي بغداد، حيث توافد عدد من المتظاهرين من المحافظات الجنوبية للاعتصام مع متظاهري بغداد. لنستمع إلى جانب آخر من حديث المتظاهرين، ومنهم متظاهر قدم من ذي قار للاعتصام بساحة التحرير. السلام عليكم، أنا جيت من الناصرية لهنا ساعة الاعتصام. ان شاء الله راح يصير اعتصام لان لا حقوق قطع الاراضي اللي قال عليها من زمن مالكي لحد الان ولا قطعه اراضي. ناس على الطلبه طالب ملايين وكلها ابار وتقدير وكلها كذب بكذب. جايين هنا نطالب حقوقنا ما تنفذت حقوقنا هنا باكين هنا ونبقى دوم ما نتحرك من هنا الا يكون حقنا ان شاء الله. زين وجاي من الناصريه عادل زويه عميل وخاين وسلسلي زين وعميل ايران شو تقول لي ينبه. زين عم نريد حقنا من النفط من التقاعد من وسائل الراحه وزعوا هاي المشتقات اللي تطيع على الشعب. زين عادل عبد المهدي وهذول الزبالات اللي جونا على ظهور الدبابات الامريكيه الهنديه والله كريم. بقونا في اخبار التظاهرات لكن الان نناقشها من زاويه العشائر. شيوخ العشائر في العراق كان لهم موقف وهما الداعم لانتفاضة العراقيين. عشائر البركات في العراق أصدرت بياناً يخص التظاهرات القادمة بتوقيع الشيخ فاهم خزع الخشان، دانوا فيه قتل المتظاهرين وشككوا بنتائج التحقيق، داعين أبناء العشائر إلى عدم تلطيخ أيديهم بدماء المتظاهرين. نستمع الآن وإياكم إلى جانب من البيان. بيان بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العلي العظيم. إن الوضع الراهن والأحداث المتسارعة التي يمر بها بلدنا العزيز يحتم علينا أن نقف وقفة جادة مع أبناء شعبنا في المطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلت ضمن الدستور العراقي وفق المادة 38 والتي أتاحت حرية التعبير عن الرأي بالتظاهر والإعلام. غير أن الحكومة العراقية تجاوزت على المتظاهرين من شباب فأطاحت بهم قتلا وتنكيلا وقنصا بدم بارد. وفي اللحظة التي استنكرنا ونستنكر جميع هذه التجاوزات نطالبها بإنزال القصاص العادل بحق من أجرم، كما نرفض آلية تشكيل لجنة تقصي الحقائق وجميع الشخوص الذين تولوا إدارة عملها كونهم شركاء في أحداث هذه الفوضى وإطلاق خطابات عنف وتحريض على القمع. كما نحذر الحكومة من أن آلة القمع لن تضمن للحكومات المستبدة أن تنتصر على إرادة الشعوب، وأن الحق المشتوب سيسترد وسيعلم كل من اشترك براقة الدماء بأنه لن ينجو من العقاب ولو بعد حين. كما نهيب بأبنائنا من العشائر العراقية الأصيلة وأبناء المدن بأن لا تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء المطالبين بحقوقهم.
وأخص بالذكر أبناء عشائر البركات في عموم العراق المنتسبين للقوات المسلحة من الجيش والشرطة، وأن المتظاهرين هم أخوانكم وحمايتهم واجب وطني مقدس، وهم مستضعفين خرجوا للمطالبة بحقوقكم. عشائر البركات ليست وحدها من صدرت هذا الموقف. الآن إلى بيان هام صادر عن عشائر قبيلة بني لام الطعان الحمد الخميس، صدر هذا الخميس حول التظاهرات وحول اللجنة المشكلة من قبل الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عشائر قبيلة بني لام الطعان الحمد الخميس في الوقت الذي نعسف فيه على سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، نعلن موقفنا الوطني في هذا الوقت الحرج الذي يمر به بلدنا. نحن كعشائر وشعب كنا ننتظر ونترقب من الحكومة بعد خروج التظاهرات السلمية والمطالبة بالحقوق المشروعة أن تستجيب لتلك المطالب وتتخذ خطوات إصلاحية واضحة، ولكن للأسف الشديد قد جوبئ المتظاهرون بإطلاق الرصاص الحي من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من القناصين. وبعد هذه الأحداث شكلت لجنة وزارية تحقيقية في هذا الأمر، ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ولم تحدد الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص والجهة التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين. متابع وياكم الآن الشيخ محمد سلمان النيم المياحي شيخ عشائر مياح في واسط، الذي أعلن هو الآخر ببيان أعلن مساندة التظاهرات ووجه الدعوة لعشائر العراق كافة من أجل الخروج يوم 25 من تشرين الأول الجاري في جمعة الثأر للشهداء. والمصيبة العظمى إنهم قتلوا بدم بارد من أجل حماية حاكم فاسد، والكارثة الأكبر يقولون هناك طرف ثالث، فمن ليس له القدرة على حماية المتظاهرين هل له أن يستطيع حماية الوطن؟ أخوتي، إذا مرت هذه الحادثة دون وقفة والله سيتمادون كثيرا وسيقتلون ويعتقلون بشكل لم يعهده العراق من قبل، لأنهم متعطشون للسلطة والمال. لذلك يجب المطالبة بمحاكمة النظام من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهو الدستور الذي يمنع العنف ضد المتظاهر السلمي. أخوتي الأعزاء، عندما انطلقت التظاهرات في 11 لم نخرج ولم نساندها، لأن الصورة كانت غير واضحة. لذلك إن أبناءكم سينزلون إلى الشارع يوم 25 من تشرين الأول، فعلينا الوقوف معهم بكل ما نستطيع بعد أن اتضحت الصورة إنها مطالب شرعية اعترف بها الجميع. نشطاء عراقيون عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي رأوا أن مواقف شيوخ العشائر هذه جاءت في إطار دعم الحركات الشبابية، دعم انتفاضة تشرين، دعم مطالب الشباب الذين ينادون بالحرية وبتحصيل حقوقهم. ما زالت قضية المعتقلين تشغل الشارع العراقي، حيث ما زال مصير المئات منهم مجهولا حتى الآن. نشطون تداولوا مقطعا مصورا لاعتقال عدد من المتظاهرين من قبل قوة حكومية خلال الأيام الماضية ببغداد، وهذا الأمر يثبت صحة الأخبار التي تتحدث عن شن النظام حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ومتظاهرين من منازلهم وأماكن عملهم. نشاهد وإياكم. كذا بعشون كذا بعشولي يا ولد، كذا بعشولي يا أحمد عمك رني اشتري بعشون كذا بعشولي وخر حاجة وليك شلون ضربك خرب إنه لا خرب إنه كذا هو بعشولي لا سقط الله سقط غير بعد خرب إنه حس شو ده قلنا له ابقى هنا
هو مبين شبهه. الآن إلى مقطع آخر يبين اعتقال قوة حكومية لمتظاهر جنوبي العراق والاعتداء عليه بالضرب، بالوقت الذي ما يزال فيه مصير العشرات من المتظاهرين المعتقلين مجهولا حتى هذه اللحظة. الكثير من الشباب يتعرضون للضرب بيد القوات الحكومية. نتابع. معززين بمختلف أنواع الأسلحة وما يزيد عن 8 من عناصر الشرطة والقوات الحكومية يقتدون شابا عراقيا واحدا أعزل. إلى موضوع آخر، الحديث عن إدخال الإيرانيين للمخدرات أثناء موسم الزيارة ليس بالأمر الجديد، لكن الجديد ما وثقه عراقيون خلال الأيام الماضية، حيث تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا سجل داخل مسجد الكوفة بعد ضبط حرس المسجد مواد مخدرة بحوزة إيرانيين. نشاهد معا. بسم الله الرحمن الرحيم، من مسجد الكوفة المعظم لصلاة الجمعة المباركة، حماية صلاة الجمعة المباركة تضبط كميات كبيرة من المخدرات، هذه مخدرات بأنواع وأشكال مختلفة، مخدرات أشكال وأنواع يدخلوها الإيرانيين. الآن تم ضبطها بمسجد الكوفة المعظم من قبل حماية صلاة الجمعة المباركة الشجعان. تم ضبط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات. طبعا هاي جزء من عده. شوفوا إخواني مجموعات كبيرة، كميات كبيرة من المخدرات. الآن إلى صاحب محل للحلاقة، ضبطه الآخر بحوزة زبائن إيرانيين مواد مخدرة وأقفل المحل عليهم واتصل بالشرطة لإلقاء القبض عليهم تحديدا في كربلاء. هذول زوار إيرانيين جاي يبيعون حشيشة، طبوا للمحل. شوف دول ليش تغطوا وجهك؟ ليش هاي حشيشكم اشتعدوا وضميتها هنا؟ الشرطة جواز على الشرطة راح يجون. لا نزال في هذا الموضوع، وأصداء القبض أو ضبط إيرانيين وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات سواء في كربلاء بشكل عام أو في المسجد كما عرضنا عليكم قبل قليل. نشاهد الآن هذه الصورة. ربما كان هؤلاء الإيرانيون ربما كانوا سيفلتون من العقاب نتيجة النفوذ الذي وصل إلى حد الاحتلال من قبل بلدهم للعراق وبسبب تبعية القضاء والقوات الحكومية لطهران كما يرى شباب عراقي. وهذا الحديث يثبته ما ورد في الكتاب الذي شاهدناه قبل قليل، وهو موجه من القنصلية الإيرانية إلى محكمة التحقيق في كربلاء كما اطلعنا عليه قبل قليل، حيث جاء فيه أن القانون الإيراني يعد المتعاطي غير مذنب، وبذلك حولت قنصلية إيران رعاياها من تجار ومروجين إلى متعاطين لضمان إفلاتهم من العقاب. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة آراؤكم. في فقرة
آراءكم. عراقيون يرصدون حال إحدى العراقيات في بغداد بعد أن أعياها التعب من جمع العلب المعدنية لتنام على قارعة الطريق. ومسنة عراقية تقول إن النساء في عهد الأحزاب يلجؤون إلى جمع العلب المعدنية ليحصلوا قوت يومهم، وتصف الحكومة بالظالمين وتدعو للنزول إلى الشارع غدا الجمعة من أجل المشاركة في تظاهرات 25 من تشرين الجاري. نتابع. الساعة 4 الصباح 19:10 شفت يوم 19 ها مثلجات نادية ها تقاطع الطارق سابقا هاي المرة هسه شفناها ورجعنا عليها ما وين نايم. شوفوا العراقيين من عرضي بالشوارع شوف يوم الزبالة هاي السياسيين سيدي النبيل شوف هاي العالم يم الحاوية نايمة لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا يوم 25 يوم الجمعة نظاهر نتظاهر على حقنا، ملينا نسواننا تلقط من القواطي، فقر والطلاب بالضيم ولا كهرباء ولا ماي وعوز، يمه وولدنا كلها استشهدت، يوم احنا ملينا من حرب صدام لحد الان، ما شفنا ريح ولا شفنا خير، بس العذاب من وراهم، يمه ظالمين يمه. يمه ظالمين يمه، هذا كان اخر ما قالته هذه المسنة العراقية. الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون تعليقا على ما شاهدتم قبل قليل. نقرأ الآن عليكم أبرز هذه المنشورات. البداية بزينة تقول خطية هاي تلم قواطي وأشياء الصبح تبيعهم، بلد ما يوفر، حياة كريمة لا للشباب ولا للشياب، الله سخر لها ابناء الحلال ويرزقها. بعد زينب نذهب إلى منشور آخر كتبته أيضا زينب، ولكن زينب أخرى، هذه المرة زينب الرباعي، وتقول كلنا نتحمل الذنب لأن هواية سكتنا على الظلم. والله معك حق يا زينب. الآن إلى المنشور الثالث وكتبه حيدر ويقول فيه هاي نومتها بالشارع تشق القدسية شق، وينهم الهتلية جماعة تاج الراس؟ سؤال يحتاج إلى إجابة ممن يستطيع. إلى المنشور الرابع من وسام جمعة وفيه يقول هذه المرأة الكادحة تعتاش على بيع مواد بلاستيكية بمناطق متفرقة من بغداد، الله يكون بعونها. إلى المنشور الخامس محمد يكتب شايف لقطات أقصى في النجف والكاظمية وكربلاء وكلنا في الهم واحد، هذا ما يريد أن يقوله محمد سالم. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم الآن. نعم لا يزال لدينا منشور ممن يطلق على نفسه مولا ويقول فيه وين قائد الإصلاح خلي يشوف. شاهدينا وصلنا إلى ختام ما لدينا من منشورات كتبها شباب عراقي تعقيبا على الفيديو الذي شاهدناه والذي يستعرض جانبا من معاناة المرأة العراقية، هذه المرأة الكادحة التي لا تجد من يقدرها أو يرعاها أو من يحفظ كرامتها. لا تركب الموجة، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة ونتابعه الآن على تويتر. إذن لا تركب الموجة هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج الذي نشط على موقع تويتر خلال الساعات القليلة السابقة. نقرأ عليكم أبرز 4 تغريدات اخترناها لكم وذيلت بهذا الوسم الإلكتروني. البداية مع ضحى التي كتبت شلع قلع تشمل حتى قائلها لا تركب الموجة. إلى تغريدة ثانية إلى دكتور أحمد الذي كتب الله خليك خلي مسيرتك المليونية إلى يوم آخر أو تعالوا للتظاهر كأفراد يجمعهم حب العراق أولا وآخر والحليم تكفيه الإشارة. إلى منشور ثالث أو تغريدة ثالثة وكتبها أبو حسان يقول فيها إذا قائد الفاسدين يدعي الإصلاح فهذا عهر سياسي وجهل مركب، إنه كبيرهم الذي علمهم الفساد، لا تركب الموجة. إلى التغريدة الختامية وكتبها علي وفيها يقول العراق أكبر منكم جميعا، أنتم سترحلون ونحن سنبقى.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة إن شاء الله وتمام العافية. إلى اللقاء.